القارعة. القارعة. ما القارعة؟ ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. ما هي وحالة ده سود عبد علي؟ وحنا إمام قري جوكتا أها أو المولي أها المهستة ما نشقى يعني عربي بنا الغبرة أنكو أهجاتنا الغبرة حرف كستمال كشي ومخرج كيسوي هاي بنا كسو صارنا لجري معلماتنا برا السنة ومعلمات قبر أها وأنا جا نغير أنا جا مامونا أنا هاي معلمات نغير أنا برا السنة مركة وأنكو قول السنة الحمد لله أيضا جزاك الله خير خير بدن الله سيو لحب الوضع هجات كجري هجات مركي ايد ما تتحام على هيك قاضي تتحام كنا وكوبا سي كارنت كوبا هذا اوغلي الحمد لله الهي بكم حسن. بسم الله مقعي وحال ديق محمود حسن وحنا هو يقول جوغا افر عرورة يصدح ايسا دالين تدبع عرورة هايسا ان القرآن كان يغرى الا وحنكو قارة داها انا يران قاري لكن waxaan dareensanay in wax ay qaldan yihiin macallinka waxaan ku dhahay macallino quraanka ma dhameeynaani waxba iga qaldan aan dareemaa quraanka dhameey u dhahay adiga isku dhacnay waan iska dhaaf quraanka meesha isaga dhaaf waxa imaade Nairobi waxa idin kugu khayr badan khayriyada adduunyada dhan wuxuu nabi sallallahu alayhi wasallam ku soo koobay cidii quraanka dadka barta أن عدي القرآن كبرتي دت كان برئيس خيركم من تعلم القرآن وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وحائدين كو خير بدن القرآن كعدي برتي ومدنا برئيس يسي قدنيسو مركا أن حديث كاس تطبيقين تيس أيان وقول لي سي الحمد لله القرآن كبرشديسي كتب الناس على إيقاب الله بي وحو إيدا ما ضي أوم بقرة كو جاري لوضا كون يلا باتنك بشي سديدات لباتن كادو يدا ماضي هذا هل كي حفتس انك صوب الله بربناس هذا حفتس كيغا او اي قويغا وحي اي مرايا جوز كشان يطمنات جوز كشان يطمنات يوغي لكن حفتس كو حمرسينا جوز كلي يطمنات ماركا انا او ماما او ارقلت كسا اي غور ايمان كرتو او علم اسكول اي دكتان او دكسي اي دكتان او علم ديارس كاربان oo ilmi ayaga cashirkoodii uu Ilaahay kugu la xisaabtamaayo kaaga kali aad baranayna koodana aad barayso marka waxa soo dhan waxa cadeynaysa inayna maama waxba baran waayeen heer jaamacadeed ay baran karto dugsi intii la dhaafo iskuul la dhaafo xataa jaamacad la baran karo ma awrathna alkitaba alladina astafayna min ibadina فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها بالمثل أنا قصاتك السينك معنى كلب حكرين ذلك يذلك ما أنا كله بحكرين حرفا سكو أقوله ما أنا كله بحكرين مرك مرك وحاني إني سناي فرتا كأغلد لكن فرما إذا غلد أنا ما خرج كأغلد أنا هذيك فرتا وحنا كل حجرنا لح بلاط لح بلاط مرك النار ده معتي إن اتحان أنا لك قاضي وأنقص وبعسنا أنا وكوح بدن إيه إن بربناس أنا لاقي بلاوي الحمد أنا لاقي بلاوي أنا لاقي بلاوي أم لين هذيك لح بلودان دجانيني هذه الله بس أنا يبر مالهاس القرآن كوجرني أنا وحنا دمي لبض كوني الله بعدين كبشي كويتم إن وحنا برنا حرف كان قريتان كيس مركي اللي بر حرف كان ما جي عيسى صح ذا ها عيسى ده اللي قدر واقع حرف كان يعني أساس أنا استعمالها مركي قفك سومالي سومالي هم مركي أم علينا حرف كوردي وكلا حروف تمركي دب عليه هنا وكلا سيد الله كلا سارو سومالي وأوش رحنا لكن ده واقع هن ده واقع يتوسع برناسي قف كمركي هو كردك إيه هاسلك إيه جدال وبرت كتابك وهاي سنكر إنه كل واقع وكتابك هو أخريه وحن كبل أبي هجادة فرتن كبل أبي وحنا بل أبي
labada kun iyo 18ka bishii koobaad baa higaada la bilaabay qoritaanka laakiin sanadkii oo 17ka bishii 21aad waan la qoray laakiin higaada hor waqtigaas la bilaabay ee 6 bilood baan higaada baranayay ee higaada alif la iga bilaabay alifka meesha uu ka soo baxo iyo maqariskiisa akoob la iga bilaabay dugsigaan markii hore ma aqoonin waxa wax u barnaa ألف أحمال وكل ألف أحمال به وسكال وصمهن أنا وحنا إن أ ب ت ث ومركز كردك تهاي مركز هوسك تهاي إن إي بي تي سي وكل مركز جودن تهاي أو بو تو سو مركز ريبان تهاي وكل أب إي ب أو ب أت إت أوت لو قيس صح أساسا ولا يمانا كذبنا قف كتابك سو أقرن كرا أسكو في اللان كرا قف كمرك كتابك إن جاد والله دمية قاعدوين كذا قاعدة قاعدة وامك الله وضع دمية كتابك وحو أودا إن وأخري أرض جسدي وفهمي وحو أودا إن وأخري سكتابك أسكو في اللان هذا عشر كيس أنا سجد يا رسول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين حضرت انا ارين قبطو لازم عقبات ايا كسوكيسو ما دحايو عقبات دا ان وي ريد ويسك تيره بناين لكن مفهومك غود ارين كاستو لا قبناي ما دا ما اي كسوكيسو عقبات ان عقباتاس ان بان كلا كولناي اي كو تيره بدن مركا ان بولشادونا وي كلا دبيعه وانتهي سومااليد وخي دها غوت عمل بدن ارديدي قار باد مخالا دي جيري مركا وخبريسو inay fahayeen kala kulmaysa qaar ba maxala dhig jiray damiin ah oo wixii ku adag yihiin fahamkan ilaahay ayaa qaybiyo qaar ba dabeecad wanaagsan qaar ba dabeecad xun umadu sida ayay isugu dhex jirtaa marka caqabado tiro badan oo la kulanay way jiraan alxamdulillaah in maxala dhig jiray qof markuu yahay macallin in bara ah markasta caqabad uu taagnaanayaan hadaa umulahan mid umulaha dhiganeysa hadaa xamilaha mid xamilaha dhiganeysa mid ka caruur badan oo dhiganeysa mid shaqeynayso dhiganeyso oo biilna laga rabo ee suuqi inay aado dugsigana dhiganeyso ilmihiin iyo gurigiina sugaayaan marka dugsiga asaa ku hami gelinayaa nimcooyinka quraanka aan barashadiisa oo hadda aati hore iiga duwan waxa kamid aha ee inda shareerka hadda iska siibto sogaska hadda iska siibto midna wax hadda oo awradaad aad kala xishoonayso ma jirto waa dumar dumarna dumar la isla yihiin ilaahay waxaan ka rajaynaynaa maalinka qiyaame quraankan shaafic buu u noqonayaa cidii inta barato dadka barta ku camal fasho uu u doodayay qolihu quraanka u doodo inuu ilaahay naga mid dhiga ilaahay ka rajaynaynaa asaa rabbukum an yarhamukum wa in udtum udana وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليماً